مرحبا بكم الناس الكل، معكم ناتيس فري كالعادة. إن شاء الله اليوم باش نبداو بارتي جديدة، باش نقراو مع بعضنا البارتي نتاع لي باسكول. البارتي هذه مهمة على الأخر، خاطر هي الباز نتاع البارتي نتاع لي كونتور. دونك خلينا نفهموا مع بعضنا لي باسكول. لي باسكول هذا متخبين في شابيتر اسمه اللوجيك سيكونسيال. احنا كنا نقراو في اللوجيك كومبيناتوار، شنو هو الفرق ما بين هاللوجيك كومبيناتوار واللوجيك سيكونسيال؟ خلينا نقراو ديفينيسيون نتاعو، هذا هي المانيال دو كور نتاعكم. خلينا نفسر لكم الحوايج اللي لازم تفهمهم في الكور الباس، باش بعد ذلك كي ننتقلوا للاكزرسيسات تبدا العمليه كالزيت فوق الماء، سهله على الاخر. باهي، قال لك ان سيستيم اي دي سيستيم سيكونسيال لورسك سون ايفوليوسيون ني ديبون با اونيكمون دي زانفورماسيون دوني بار سي فاريابل دونتري مي اوسي دي ليتا انتيريور دي شاكان دي سي سورتي. خلينا نفهموا الكلام هذا بالدارجه. قال لك كي نحكيو على سيستيم سيكونسيال، راهي الريزولتا نتاع السورتي هذه اس ما يتحكموش فيها كان لي زونتري. مثلا انا عندي زوز قروصه، اعرف انه في السيستيم سيكونسيال انه السورتي اس مش كان لي زونتري يتحكموا في الاس هذه، حتى لي طاله كانت موجوده في السورتي هي عندها دور في الحاجه هذه. تقول لي شنو هو الكلام هذا، واعطيني مثال واقعي عليه باش نجم نفهمه. هذا اللي باش نشوفوه في لي باسكول. وقت نبداو نقراو في لي باسكول ونتعمقوا فيهم، هذا نقول لك ريت لهني كيفاش شو معناها السيستيم سيكونسيال وكيفاش السورتي عندها دور بالنتيجه نتاع لونتري. اوكي، دونك خلينا نفهموا الكلام هذا مع بعضنا بالباهي، تو ناخذوا عليه دي زيكزومبل تو توضح شو معناها سيستيم سيكونسيال. اللي يهمنا اكثر من الكلام هذا هما لي باسكول، ونبداو باهم باسكول واسهل وحده فيهم هي الباسكول ار اس. شنو فهمها بالباهي الباسكول ار اس؟ شنو عندنا هنا؟ اون باسكول ار اس اسانكرون، وتنفسر لكم بالباهي شنو الفرق ما بين اسانكرون وسانكرون. ايت ان سيستيم سيكونسيال دون ليليمون دو باز ايت اون ميموار، فيه ميموار. نعطيكم مثال مزيان باش نفسرها لكم. Cette bascule est commandée par deux entrées. Faire deux entrées S, j'ai une kilmet 7, qui est mise à 1. Ou elle est en arabe, je vais vous dire, je vais vous dire en anglais, start, start, c'est tchagl, tchagl. Ou elle est l'entrée R, reset, qui m'arrase, c'est mise à 0, trajane le 0. Ou start, ou elle est 7, mise à 1. تحطنا في الان الاكسيون سيمولتاني كي تنزل على الاس والار في نفس الوقت يعطينا اني تا انديفيني. خلينا نبسط لكم الكلام هذا بالباهي بالباهي بالباهي. الحاجه اللي فهمناها انه الباسكيل ار اس هذه هي فونكسيون ميموار. شو معناها يعني فونكسيون ميموار؟ خلينا نفهمها شو معناها ميموار. ميموار جايه من كلمه كارت ميموار. الناس الكل نعرفوا شنو معناها كارت ميموار، وفي تليفوناتنا ولا نعرف حدك مش موجوده في تليفونك خاطر تليفونات بطاطا ولا من غير كارت ميموار. نعرفوا شنو معناها كارت ميموار. كارت ميموار هي شريحه نخبيو فيها المعلومات، اغنية، فيديوهات، افلام، صور وما الى غير ذلك من الاشياء. الباسكول ار اس كيفها بالضبط؟ باهي، ركز معي، خليني ناخذ ليكزومبل نتاع كارت ميموار ونرجع لكم. دقيقة بركة خلينا نجيب تصويرتها خير. أيش شوفوا شو عملت هنا، جبت تصويرة نتاع كارت ميموار هاي. شوف معي مثال لهنا، شناخو غناية والغناية هذه باش نصبها في الكارت ميموار. كي الغناية هذه نصبها في الكارت ميموار، حطيتها في وسط الكارت ميموار، الكارت ميموار باش تعمل ميموريزاسيون للغنية، الغنية باش تقعد في وسطها. دونك نعاود، كي نحط الغنية في وسط الكارت ميموار، وبعد تالي الكارت ميموار ما نعمل لها حتى شيء، الغنية تقعد مسجلة في وسط الكارت ميموار. هاك شمعنى فونكسيون ميموار، تسجل الغنية هذيك. متين تتفسخ الغنية هذيك؟ كي نعمل لها اني سوبريمي. معناها كي ناجوتي غنية ولا فيديو ولا فيلم، هاك الحاجة اللي زدتها هاني هذيك، باش تقعد مخبية يجرى لها ميموريزاسيون في وسط الكارت الموار. متين يجرى لها ديليت تتفسخ؟ كي نعمل لها اني سوبريمي. اوكي، وكي نعمل لها سوبريمي الغنيه تتفسخ، ما عادش ترجع بكل الا باش انت تعاود ترجعها. هذا نفسه بالضبط الباسكول ار اس. الاس هذه ستارت، شو تخدم؟ معناها كي نحط اني لهنا واحد عباره خدمت هالباسكول ار اس. ستارت هذه ستارت ولا سات خدمتها. الكيو هذه شو يمك فيها الكيو بارت نحكيو فيها؟ عندنا السورتي بركة تحطها في مخك، هذه السورتي اسمها كيو. باهي، كي نزلت اني على الاس خدمت ولا شنو شجرة لها الكيو؟ شتخت علاش خدمت؟ خاطر اني قلت لها سات اخت، دونك الكيو خدت واحد. شوف معايا توا، كي ما ننزل على حتى شيء شنو معناها؟ معناها نجي للاس هذيك ونحط فيها صفر والار نحط فيها صفر، الكيو شنو شجرة لها؟ شطابت للصفر؟ لا، شتقعد واحد. فونكسيون ميموار كيما الكارت ميموار، الغنيه صبيت فيها غنيه وبعد ما تعمل حتى شيء تتفسخ الغنيه؟ لا، تقعد الغنيه. دونك كيف كيف لهنا اني الاس حطيت فيها واحد، الكيو خذات واحد. كيما نعمل حتى شيء يعني الاس صفر والاس صفر، السورتي تقعد مستحضره باللي طا نتاعها. اوكي، باهي، خلينا نشوفوا مع بعضنا.
كي نجي لهنا وننزل على الار واحد ريميزا زيرو شنو الشجره؟ كان الكي فيها واحد هي تخدم شنو الشجره لها؟ باش تولي صفر. الكي هنا باش تولي زيرو، معناها كي ننزل على البوطون تاع الراس صوتي شنو يعمل؟ باش تاخذ صفر. وكي نجي للار ونرجعها صفر ما عملت حتى شيء، صورتي تستحفظ بالايطا نتاعها هي فيها صفر ولا، وانت اللي اعطيتها لا اس لا تقعد مستحفظه بالصفر هاك. كيما الكارت موار فسخت منها الغنايه وبعدين ما عملت شيء، كارت موار تقعد ما غير غنايه. نفس البرنسيب بالضبط. وقال لك معلومه في غايه الاهميه، لاكسيون سيمولتاني سور اس اي ار انجوندر ان ايطا انديفيني. شنو معناها الكلام هذا شباب؟ معناها كي تنزل على الاس والار في نفس الوقت، هذه ا وهذه ا ما تفهمش يبصك الار اس تدخل بعضها. هنا قال لك انجوندر ان ايطا انديفيني. كيف كيف تقول عليك جيت في التليفون جيت في الكارت موار وقلت له حط لي الغنايه وافسخها في نفس الوقت، كلام مش مفهوم، الكارت موار ما فهمت شيء ما عملت شيء. اوكي به طول كيف فهمنا شنو الكي بار؟ الكي بار هي نفسها الكي لكن عباره كي فا فونكسيون نو لا اكثر ولا اقل. معناها كان انت فهمت الكي، الكي بار عكسها، معناها كان لنا فما زيرو راهي لنا فما واحد، وكان لنا فما واحد راهي لنا فما زيرو لا اكثر ولا اقل. الواش دورها تنفهموه بالباهي في البارتي نتاع الكونتور. اوكي باهي دونك هيك خدينا نظره مزيانه على الاخر على الباسكول ار اس. شنو لازم نفهمو في اللي باسكول هذوما؟ فما حوايج لازم ما نلعبوش معاهم في اللي باسكول الكل باش نشوفهم، الار اس جي كا الار اس هاش والتي والدي والكل. لازم نفهمو لا طابل دي فيريتي جدول الحقيقه، نطلعوا لي زيكواسيون لوجيك سامبليفي دي سا سورتي تراسي سون لوجيغرام. لوجيغرام هذا ديما يجي سادف دفوارات، وعندنا الكرونوغرام، معناها عندنا طابل دي فيريتي لازم نفهموه، لوجيغرام والكرونوغرام، ونطلعوا لي زيكواسيون. هذوما الحوايج الاربعه لازم نشوفوهم. به خلينا نتوكلوا على ربي. طابل دي فيريتي نرجع لهنا، حكينا على الاس والار، دونك الباسكول ار اس نتاعنا قلنا فيها الاس تتخدم، خلينا نعاود نصورها الباسكول وحدي. الاس هي ستارت والار هي ريزيت، عندنا هذه الكيو وهذه الكيو بار. باهي لنا ايتا بريزون دوك الحالة الحالية و ايتا فيتور شنو شي يولي فيها كيش تنزل على القروصة هذا، باش نفسرهم لكم بالباهي دقيقة برك. دونك الاس شباب هذه قلنا هي سات ولا ستارت، والار هي ريزات ولا ريميزا زيرو، معناها الاس تشغل والار طفي. هاو هذه باش نحطها بالاخضر وهذه باش نحطها بالاحمر باش نبداو فاهمين بعض. باه دونك نجيو مع بعضنا لهنا يا شباب. قال لك تبدا الاس صفر والكي صفر، لنا زيرو ولنا زيرو، ونجيو للسورتي كي شنو فيها الحاله الحاليه؟ فيها الزيرو. انا بدينا نفهم واش معنى لوجيك سيكونسيال، لازمك تشوف الحاله الحاليه شنو فيها باش تفهم شنو الشجره، وامشي معايا بالمنطق تبدا العمليه واضحه ما صعبوهاش بكل. دونك الاس زيرو والار زيرو شباب، عن الاس فيها زيرو والار زيرو، معناها ما عملنا حتى شيء. الكي شنو فيها تو؟ فيها زيرو، دونك الصورتي شنو شجرة؟ باش تقعد تستحفظ على نفس الحالة. الكي شنو شجرة؟ باش تتبدل حالتها، ماشي باش تتبدل، علاش؟ لا حطيت حتى شيء في الاس، وما حطيت حتى شيء في الار، دونك الكي باش تستحفظ بحالتها، ما عملت شيء ما نعمل شيء. ميموار، باهي هذه فهمناها الأول، لا تعدى ولا بعد. الاس صفر والار صفر والكي فيها واحد، تراخى نصورها. الاس صفر والار صفر والكي فيها واحد، معناها الاس ما عملت فيها شيء والار ما عملت فيها شيء، لكن في الكي عندي ان لوجيك، معناها السورتي كانت تخدم، دونك باش تستحفظ بالحاله نتاعها فونكسيون ميموار كيما الكارت ميموار. اوكي ما عملت حتى شيء لكن عندي ان موجوده، الان هاك باش تقعد في السورتي نتاعك. ريت معناها شنو؟ شنو معناها ديبون بالحاله اللي قبلها الكلام اللي يظهر صعيب بكري، معناها هاني نفس الحالات عندي لنا اس صفر والار صفر، بينما السورتي الفيتير اللي طلعت لي هي زيرو، بينما لنا عندي اس صفر والار صفر نفسها، لكن السورتي طلعت ان. شنو هو الحكم؟ حكم ليتا بريزون دو كيو. هاك شنو نقصدوا به السيستم سيكونسيال، تظهر معقدة شوية لكن افهمها تبدا العملية منطقية، اخدمها باللوجيك أنت، شو ماك فيه الكلام؟ باهي نجيو لهنا، هذا يا واضح. الآر واحد شنو معناها آر؟ ريميزا زيرو سكر. الكي شنو فيها؟ هي الكي فيها صفر، دونك نعاود نصور الكلام نتاعي لهنا باش تبدا العملية واضحة، خلينا نفهمها بالباهي. دونك نجي للآر نحط واحد، الآس صفر. قالك اللي طالة موجودة في الكي هي صفر، شنو شجرتها؟ أنت نزلت على الآر ولا؟ شجرة ريميزا زيرو، دونك الصفر باش يشرح لها صفر، هي ديجا في الصفر معناها قعدت في الصفر، خاطر هي قلت له انت كي تنزل على الار ارجع للصفر، هي ديجا في الصفر معناها تقعد في الصفر. لكن كان نفس العملية بالضبط
الار واحد كيما هنا والاس صفر، لكن انت بكري كان عندك في الكيو واحد. شنو الشجره هنا؟ انت مستحفظ بواحد ونزلت على الريميزه زيرو، رجعني للصفر ريزات. كي تنزل على الريزات الواحد هذيك اش يقول لك؟ هاي ارجع للصفر. هانا شنو نرجعوا للصفر؟ هذه واضحه. نجيو للاس واحد. ها يا سيدي الاس هي ستارت ولا ساعه تتخدم، والكيو شنو فيها؟ فيها صفر. طو انت شنو عندك؟ عندك الكيو فيها صفر، وقلت له واي شغل خدم. شنو الشجره؟ شيخت واضح. نفس العمليه الاس واحد والار صفر، لكن الكيو هنا فيها ان. دونك شنو قلت له انت؟ هي الكيو فيها ديجا ان، وقلت له واي خدمها. شي خدمها لكن شنو قلت؟ نفس الريزلت اخر، هو ديجا فيها واحد، عباره كارت ميموار هي فيها الغنيه هيك، وانت زدت حطيت الغنيه هيك. شنو الشجره؟ شنو قلت؟ نفس الغنيه هيك. كلام منطقي اكثر من لازم. نجيو لهنا الاس واحد والار واحد، نرجعوا للجمله هذه يا شباب. قال لك لاكسيون سيمولتاني سور اس اي ار انجوندر ان ايتان ديفيني. السيركوي ما تفهمش. ها نعطاك لهنا تيري بار، تنزل عليهم الزوز راهو ما يجيش. هذه في الباسكول ار اس ما فهمت شيء، عندنا بروبليم لهنا. ها علاش عطاك ايتان ديفيني؟ يا يصورها هكا يا صفر وفيها سلاش. اوكي، ولاش عندنا طابل دي فيريتي نتاعنا لهنا يا شباب؟ دونك اجا نخدموا لهنا طابلو دي كارنو. جست هذه ما ركزوش فيها ياسر، خاطر شفناها الحكايه نتاع طابلو دي كارنو. لهنا اش نعملوا؟ طابلو دي كارنو كاز فيت اوتيليزي ا، معناها التيريات هذوما لهنا استعملهم كوم ا. فما زوج حلول، احنا قلنا التيريات هذوك يتاخذوا يا زيرو يا ان، وحكينا عليهم عملنا عليهم اربع فيديوهات كاملين على كارنو، وقلنا هذوك يتلعبوا كي جوكرات، تنجم تاخذهم زيرو وتنجم تاخذهم ا. لهنا قسمهم لك باش يزيد يفسر لك، باش نشوفوا السيركوي كيفاش باش نصنع هذه الباسكول ار اس. لناخذهم هذوما الفيديو تيليزي حتى تقول عليهم انات، بينما لنستعملهم تقول عليهم زيروات. كالعاده نفس القواعد نتاع كارنو، الاربعه هذوما نلمهم في جروب باش يطلع ليكواسيون نتاعهم، نعمل لهم بروجيكسيون نتاعهم الفوق هذوما الاحمر. دونك نجي لهنا الكيو ان تبدلت ما ناخذهاش، لكن لان عندي الاس كانت واحد قاعده واحد، دونك هيك علاش خذي اس. هذايا الجروب الاول في، نتعداو للجروب الازرق شباب، باش نطلع هذا الفوق، باش نطلع هذا الفوق، باش ندز هذا من هنا. شنو هو اللي عندي في الجروب الازرق؟ دونك الاس تبدلت ما ناخذهاش، الار ما تبدلتش لكن فيها صفر، دونك ار بار هوني، اند نجي لهنا عندي كيو ان، هذه ليكواسيون تاعي. كيف كيف، لكن كان خذيت لي تا نو اوتيليزي خذيتهم كوم زيرو لهنا يا شباب، حاجه مزيانه على الاخر كذا خذهم كوم زيرو، واش مش يطلع لنا؟ باش تعمل البروجيكسيون تاعك هكا. باش تطلع لك كيو ان، هاوني كيو ان، وشنو معاها؟ معاها اس، وشنو تطلع لنا هنا؟ عندنا الازرق منا ومنا، هذا زيرو ولا ان ما ناخذوش، الار زيرو قعدت زيرو، ار بار، هاوني ار بار، و الجروب مو الثاني اللي هو الاحمر، هذا من هنا، هذيا باش نعملها هكا من هكا، صفها كاملة كانت زيرو ولا واحد من غير ما ناخذها، طلع الفوق، لهنا الاس والار، ديجا هما في كاز بركة. ما نجموش يتبدل، دونك شناخو اس اند ار بار، هاني اس اند ار بار، بما انه عندي ار بار وار بار زاد زين هو لا اكثر ولا اقل، خرج ار بار اون فاكتور. بعتالي هذه فازه تحبوا تزيدها تنجموا تزيدوا تكديوها وحدكم. هنا قال لك اعملي اللوجيكرام تاعها افيك دي بورت لوجيك نت، هذه نخليها لكم ليكم انتوما، حاولوا هذه الكواسيون هذه كيما قريتوا في شو اسمه سامبليفيكاسيون الجبريك، حاول هذه يردها بدي بورت ناند، زيدها زوز عصي وبدل ا اند بي لتو بار تولي ا اند بي، واخدم خدمتك الكل. ولهنا صنعها بالنور، دونك لهنا صنعنا باسكول ار اس بكلي فونكسيون لوجيك ناند، ولهنا صنعناها بالنور. باهي خلينا نتعداو لبارتي اخرى اهم. هوا هذه عرصه صحيحه، الكرونوغرام. الكرونوغرام حتى اسمه شباب كيفاش تقمروا؟ قمروا بالكرونو اللي هي كلمه كيما كلمه كرونومتر. كرونومتر شنو نعملوا بها يا شباب؟ مش يحسبوا بها مثال الجوار ولا اتلات شي يعمل دوره بالستاد مثال، قول له واي اطلع في الوقت هذايا وبعدين يبدا يحسب له بالكرونو قداش قد وقت. دونك الكرونوغرام فيه حاجه نتاع وقت، انا هكا علاش هو دي بون دي تي دي بون دي تون، باش ما تغلطش ما بين الكرونوغرام واللوجيغرام. لوجيغرام حاجه اخرى شباب، هذا يتسمى لوجيغرام. ها لوجيغرام اللي فيه لي فونكسيون، لا وقت لا حد شيء، ما فماش حاجه تدل على الوقت في كلمه لوجيغرام. فما كلمه لوجيك انا لي فونكسيون لوجيك دي باس، بينما كي نقولوا كرونوغرام فما كلمه كرونومتر نحكيو هنا على حاجه فيها الوقت. هنا هيك علاش هو ديبون دو الوقت تي. خلينا نفهموا كلامنا، خليني نصور الباسكول ار اس نتاعي مره اخرى خاطر راني فاهمها بالباهي. هذه اس معناها ستارت، وهذه ار تسكر، هذه الكيو هي السورتي نتاعي، وهذه نفسها بالضبط لكن بار عفسه زايدينها.
نبداو بالبارتي بالبارتي هذاك لانتورومبيوش عندي فيه الاس فيها صفر والار فيها صفر تراه خلينا نجي لهنا ناخذ كولور بلو ونبداو بالخط الاولاني كي تبدا الاس ا شوف معايا شنو هبط الخط هذا لان الاس ا في الحاله هذه بلي ركز معايا بالباهي لهنا خلينا نفهمها بالباهي دونك شنو عندي لهنا عندي الاس فيها ا هوني فوق ا معناها جينا الاس وحطينا فيها الا والار شنو فيها لهنا في الزون هذه الزرقاء فيها زيرو دونك والكي شنو فيها؟ الكي هاني فيها ا علاش الكي خذات ا هنا؟ الكي خذات ا خاطر انت الاس فيها واحد قلت له اخدم هانا خدم هانا خذات الكي واحد به نجيو للزون هذه لا بعدها طبعا هيجا خلينا نبدل الكوليرات العملية توضح عاش نعملها بالاصفر الزون هذه هكا الزون هذه نخدمو الزون هذه خلينا نفهمها الزون الصفراء في الزون الصفراء شباب شنو عندنا هنا يعني؟ خلينا ناخذ كولور هكا الاس صفر والار صفر خلينا نصورهم لكم لهنا باش تزيد توضاح العمليه الاس صفر والار صفر قلت له الاس ما تعمل فيها حد شيء والار ما تعمل فيها حد شيء شو يعمل؟ شو يستحفظ باللي طالي كان موجود عنده كان موجود عنده ا آه ولا شو قد مستحفظ بالا انت اللي عطيته لا قلت له لا عملي لا سات لا ريزيت هو فونكسيون مو شو يستحفظ بالحاجه الموجوده فيه موجوده فيه ا آه انا واصل قد ا آه. كيو بار هذه عكس هذه ما تعدلش معاها الجمله انت خدمتش هذا الكيو اقلبوا على راسه اعملوا البار نتاعو تطلع الكيو بار ما انا ما بديش تكبر في الكرونوغرام وكيو وكيو بار وصعيب ومقلوب لا نخدم الكيو هيك نقلبها على راسه تطلع لي به نتعداو للزون اللي بعد يا شباب ناخذ الكولار الاحمر لهنا ترى خلق السماء شوي بشوي هيك بارتي خارق للعاده وهذه بارتي اخرى نايس نجي لهنا يا شباب عندي في الاس زيرو في الار واحد راه يجي خنصاور في الاس زيرو وقلت له راه ز ريميزا زيرو ريزات ارجع الكي تاخذ صفر هون الكي نتاعي خذات صفر كي بار عكسها نجي للبارتي اللي بعدها واش لو انا بالاصفر هذه في البارتي اللي بعدها شنو عندي خلينا نخدمها بالك حل الاس ما فيها حد شيء والار ما فيها حد شيء دونك عطيته لنا زيرو وعطيته لنا زيرو قلت له ما تعمل حد شيء ما عطيته حتى حاجه باش يعملها باش يستحفظ بالحاله اللي قبلها شنو فما في اللي قبلها زيرو باش يحط لك لهنا زيرو ميموار خاطر هذه فونكسيون ميموار هيك علاش عمل زيرو كيف لهنا ميموار به نتعدى ولا بعدها شو العفسه هذه الاس كيفاش عملها خلينا نفهمها ها بالروز هذه هيك خيط مستوي هي باش تعمل عملية نظيفة هذا هيك هذا هيك خلينا نشوفوا شنو نعمل في البارتي الصغيرة هذه في البارتي الصغيرة يجي لي الاس وحط فيها واحد ما يسالش والار صفر ايش في الاس حط واحد خلينا نفسخ وفي الار صفر شنو معنى هذه معناها سيت ستارت الكيو شنو تاخذ باش تاخذ ان دونك في الزون هذه الكيو باش تاخذ ان الكيو باراكس في الزون اللي بعد هذه الكل شامل ها بالاصفر الاس ما مسهاش والار ما مسهاش دونك حط في الاس صفر وفي الار صفر راهو في الاس صفر وفي الار صفر دونك الكي شنو باش تاخذ لهنا يا شباب باش تستحفظ بالحاله اللي قبلها شنو كان فيها وقبل كان فيها واحد دونك تستحفظ بالواحد هكا هاو الكي كان فيها واحد باش تستحفظ بالواحد هكا ميموريزاسيون نجيو للبارتي اللي بعدها ناخذ كولور اخر مثال لهنا موف نشوفوا شنو عمل في الزون هذه الكل كل ما تتبدل الحاله نقسمها البارتي هيك شنو نجري جي للار حط فيها ا ها هي الار حط فيها ا اللي هي ريزات والاس صفر دونك هذه ريميزا زيرو الكيو تهبط للصفر دونك الكيو لازم تهبط للصفر وبعدين ما عمل حتى شيء من الاس صفر والار صفر شجره ميموريزاسيون مش يقعد على الصفر خدمت شو الكيو عكسها هو الكيو بار واضح شباب شنو معناها كرونوغرام ولا فهمنا ساعة كرونوغرام حاجة ديبون بالوقت جاي من كلمة كرونومتر اوكي ونخدم خدمتي على الروح نفس البرانسيب نفس الكرونسيبت اللي نخدمو بيه بكري كل شيء لوجيك ترى خلينا نزيدو العفسة هذه ساعة الراوة تابل دي فيريتي سامبليفي شنو هذا دون شاك ليني دي لا تابل دي فيريتي سامبليفي سي دي سو سون ريغروبي لي زانفورماسيون دوني بار لي فاريابل دونتري بيرميتون دان كومبورتومون بيان ديتيرميني دي لا سورتي ما فهمتوش بالكلام هذا لكن هاش نفسره لكم في الطابل دي فيريتي بالباهي لنا عن الاسفر تصور الباسكولير اس ديما نصور الباسكولير اس خلينا نحفظها اس ار هذه الكي وهذه عكس الكي اللي هي تتسمى كي بار خارق للعاده
الاس هذه اللي تخدم حطينا فيها صفر، والار شو معناها هذه زيرو فشلت، معناها تنجم تكون زيرو وتنجم تكون ا، معناها اقرا حسابك هيك تنجم تكون صفر كيما تنجم تكون ا، اقرا حسابك على حالتين هاكم انت به هاش نفهمها. لان الاس صفر تفضل اس صفر به، الار نجم تكون صفر نجم تكون ا به، نفترض الحاله الاولى ار صفر معناها اس صفر والار صفر. الكيو ان شنو فيها الحاله العاديه نتاع الكيو فيها صفر، شنو تاخذ الكيو ان بلس ا شنو يجرى لها الكيو تا؟ خلينا نعاود نفسر، معناها الاس فيها صفر والار فيها صفر والكيو تا فيها صفر، هيك شنو الشجره؟ الاس والار ما عملت فيهم حتى شيء، دونك تستحفظ بالحاله نتاعها، شنو الشجره؟ تقعد صفر. ترى انت هذه مش صفر، هذه نجم صفر ولا واحد، خلينا نحطها لك هنا، طيب نفترضها اللي هي واحد. الاس فيها صفر والار فيها واحد والكيو فيها صفر. الار شنو تعمل؟ تعمل راز ريزيت، كي تنزل على الار شجره ريزيت الكيو تاخذ صفر، معناها نفس العمليه بالضبط، مش باش يبدل حتى شيء. دونك كنا في الصفر قعدنا في الصفر، شنو تتسمى هذه؟ ميموريزاسيون، الاستحفاظ دو زيرو، الاستحفاظ برقم صفر، والسمبول نتاعها هو هذا، هو ميموريزاسيون كيو اي، هذه تتكتب زيرو، الاستحفاظ بزيرو، خاطر كنا في الصفر وقعدنا في الصفر. نزيدو نواصلو، هذوما لازم تحفظهم، لي لوغو هذوما، لي سامبور هذوما راهم للعف، ولا سامي يقوم ميموريزاسيون وكل شيء لازم تحفظ، هاش نكمل لكم الاخرين. الاس صفر والار واحد، خليني نفهمها، ترى الاس صفر والار واحد. باهي. يا سيدي. الاس صفر لهنا شباب والار واحد، دونك شنو نزلت انا؟ نزلت على الار. الار شنو تعمل؟ تعمل ريميزا زيرو، انا الكيو شنو فيها تو؟ فيها واحد الكيو. شنو الشجرة؟ هي فيها واحد وانت نزلت راز ولا شو تولي زيرو. دونك اني كنت واحد شنو نمشي للزيرو. الانتقال من واحد لزيرو يتسمى هبوط، ديكلونشومون، ديكلونشومون، هبطت، تسكرت، حاجة كيما هكاكا، ديكلونشومون، الشعار نتاعها هذا، اسمها ديكلونشومون. باهي، الحالة اللي بعدها الاس تنجم تكون زيرو ولا أ، خلينا نصورها، زيرو ولا أ، والار تنجم تكون زيرو. الحالة نتاع الكيو شنو هي لهنا؟ الحالة نتاع الكيو هي أ. باهي. نفترضوا الاس صفر والار صفر، الاس صفر والار صفر، عملنا ما عطينا حتى اكسيون باش نجرى، الكيو كان فيها واحد، شو قعد فيها واحد؟ هذايا كان الاس صفر والار صفر، وكان هو عطانيش لهنا الاس صفر، عطاها لي زيرو ولا أ، نفترضوا توا اللي هي أ، كان الاس واحد والار صفر، الشجرة صارت تخدم، هي ديجا الكيو فيها واحد، كيش تقول لها اش تخدم شنو الشجرة؟ اش تقعد واحد. دونك شنو جري لهنا؟ ميموريزاسيون دي ان، الاستحفاظ برقم واحد. دونك الاستحفاظ ديما السمبول نتاعها هذا، كان استحفظت بصفر تقول له صفر، كان استحفظت بواحد تقول له واحد. هذايا الديكلونشومون مازالت عفصة برك اللي هي لونكلونشومون، الاس واحد والار صفر، ايجا نكتبها، الاس واحد والار صفر، الكي فيها زيرو. دونك انا شعملت لهنا؟ قلت له ستارت، شغل، اخدم، هاني خدمت، والكيو قداش فيها الزيرو؟ كيش تقول له تخدم الزيرو واش تولي ا، خاطر انت قلت له اخدم وهو كان فيه صفر، خدم هاكا تسمى اونكلونشومون، تلانصا لانسي اونكلونشومون، شعارها كيما هيك. دونك هذوما راهم لازمهم يتحفظوا، ميموريزاسيون دي زيرو يستحفظ بصفر، الشعار نتاعها هيك، ميموريزاسيون دي ا يستحفظ ب ا، معناها كان ا وقعدت ا، ديكلونشومون الشعار نتاعها هيك، ديكلونشومون شو معناها؟ كان واحد شيل الصفر، والانكلونشمون ابسيلون شو معناه؟ كان صفر ولا واحد، والميزا زيرو كان صفر قد صفر، والميزا ا كان واحد قد واحد، ميموريزاسيون دي ا، ميموريزاسيون دي زيرو، ديكلونشمون، انكلونشمون. به هذايا هالطابل دي فيريتي سامبليفي، خلينا نعملوا هاد دياغرام دي فلونس ويطلبوه في التمارين، خلينا نفهموا. ديجرام ديفلوينس شباب، لو ديجرام ديفلوينس ترادوي لا تابل دي فيريتي سامبليفي اون اون جرافيك، معناها قال لك هالشكل هذا شردوه في شكل تصوير لا اكثر ولا اقل، كومبوزي بار لو دو زيتا ستابل دي لا باسكول 0 اي 1 اي كونديسيون دي فالواسيون انتر سي دو ايتا، معناها ها من الاخر طبلو هذا شو حطوه في شكل تصوير سهله على الاخر. باهي شوفوا مع بعضنا لهنا، هذه الحاله نتاعنا زيرو نتاع الصورتي ولا ا. باهي ركز معايا توا باش ننتقلوا من الزيرو للان، هذا شنو يسمى الانتقال من الزيرو للان؟ ها هو من الزيرو للان، هذا يسمى اونكلونشومون، هذه اونكلونشومون، خلينا نزيد نكتبها، خلينا نفسر اونكلونشومون.
كيفاش اجرى هذا لونكلونشمون؟ لازم الاس فيها واحد، هاني مكتوب عندك في الجدول، لازم الاس فيها واحد والار فيها صفر، هاني لازم الاس فيها واحد والار فيها صفر باش اجرى لونكلونشمون اللي هي الحاله هذه. اوكي باهي، خلينا في الحاله هذه، كنا في الواحد نخدمو باش نمشيو للصفر، سكرنا ها واحد من واحد للصفر ديكلونشمون. دونك خليني نكتبها لكم هنا، هذا السامبول نتاعها، هذا تفسير انا قاعد نكتب فيها غير ما تكتبون دي ديكلونشمون. تني اجرى ديكلونشمون هانا من واحد للصفر، لازم الاس فيها صفر والار فيها واحد، هاني الاس فيها صفر والار فيها واحد، هكا فاش قاعد يكتب لكم. طبعا خرجنا من الان، قعدنا في الان، هذه شنية؟ مشي ميموريزاسيون دي ان، الاستحفاظ بواحد. كيفاش تجرى؟ هاني بدينا من الان، رجعنا للان، لازم الاس هذه هي يا زيرو يا ان، والار زيرو. كيف كيف هذه نجم ما نفسرهاش سهله، على الاخر نجم تعملها وحدك والله. دونك عندي زيرو لهني، الاستحفاظ بزيرو، ميموريزاسيون دي زيرو، الاس فيها صفر تفضل، والار لهني شنو فيها الار لهني؟ هاك الفازة زيرو ولا ان. اوكي، معناها الجدول هذا حطيناه في شكل جرافيك لا اكثر ولا اقل. به هكا نكونوا فهمنا شنو معناها بالضبط باسكول ار اس، فهمنا الكوره نتاعها. طاو باش نزيد نسكرها بالباي، خلينا نزيدو نختم عليها شويه تمارين. هذا باش يكون الموضوع نتاع الفيديو نتاعنا نتاعنا الجاي، ان شاء الله يكون الفيديو هذا فاتكم بالباي. كان معكم هادي الزواري، وملتقانا ان شاء الله في الفيديو الجاي اللي باش نخدم عليه تمارين على الباسكول ار اس هذه، ملتقانا سادف في بدي باسكول اخرين. والسلام عليكم.